يقول الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني يتبعونه، يتلون حق تلاوته، مش يعني يقرؤونه تجويدا، قراءته تجويدا بتلاوة صحيحة بمخارج الحروف هذا شيء من تلاوة القرآن، من اتباع القرآن. نقول ورتل القرآن ترتيلا، وما أذن الله لأحد، ما أذن أي كما أذن لحسن الصوت أن يقرأ القرآن، يعني أذن الله له أذنا شرعيا أنه يحسن إيش القرآن بصوته. التلاوة بمعنى اتباع، وسميت القراءة تلاوة لأن الواحد يتابع كلمة بعد كلمة.